معرض دبي لليخوت معرض من المعارض الدولية، أصبح تصنيفه من أفضل 6 معارض في العالم. مرور 26 سنة على هذا المعرض يعني هناك تاريخ وهناك ثقة متبادلة بين الشركات العارضة وأيضا بين المستهلكين من خلال رواد البحر الذين يجدون في معرض دبي الدولي أشياء مختلفة وأشياء كثيرة وأشياء مميزة. المعرض ليس يخوت ولا قوارب ولا زوارق فقط، المعرض هو عبارة عن منظومة شاملة فيها كل احتياجات الفرد الذي يريد أن يستخدم معدات البحرية، في معدات الغوص، في معدات الصيد، في أيضا معدات الاستثمار الخاصة بالمشاريع الموجودة في المواقع المتميزة في دولة الإمارات. فالمشروع شامل وكبير. طبعا أيضا بالنسبة للمعرض، المعرض تم تغيير موقعه، وهذا التغيير أنا أشوفه كان إيجابي، لأن التغيير الأول نتيجة أن في مشاريع كبيرة قادمة على الموقع السابق وهو دبي هاربر، والذي سيصبح أيضا موقع متميز للمعرض بعد ما ينتهي. أما الموقع الجديد وهو موقع مميز، مدخل القناة المائية التي تربط الخليج التجاري بخور دبي، وخور دبي قصة قديمة جدا، خور دبي رحلة البحر، خور دبي الذي يعج بالعديد من السفن مختلف أنواعها التي تنقل البضائع من دبي وإلى دبي وإلى المناطق المحيطة سواء في الخليج أو في أفريقيا أو في بعض موانئ الهند وباكستان. المعرض فيه أكثر من 845 عارض موجودين. اختيار هذه الشركات والمؤسسات لدبي لقناعتها بأن المعرض يربط ما بين أفريقيا وبين آسيا وبين أوروبا. هناك أكثر من شركة أطلقت العديد من مشاريع جديدة في منظومة التصنيع. أيضا المعرض لديه نسبة عالية جدا من الصناعات الوطنية التي نفتخر فيها، ونقول إحنا 26 سنة تعتبر من السنوات التي مزجت التطور الصناعي بين الصناعات المحلية لتنافس أيضا ما يتم استيراده من الخارج. ونحن فخورين بأن صناعتنا المحلية وصلت إلى العالمية. بالأمس القريب شفنا زوارق الخليج وهي موجودة في ألمانيا، موجودة في تركيا، موجودة في موناكو، موجودة في مونت كارلو، موجودة في هذه الدول. فنحن نعتبر المعرض معرض للجميع، فأنا أدعو الجميع للحضور لهذا المعرض وما تبقى منه من أيام، ومتابعة أكثر وأكثر من خلال ماريتايم سكاي.